بدأت إجازتها توجيه ضربات محدودة في العراق. أغارت الولايات المتحدة اليوم على مواقع لمسلحي تنظيم داعش في أربيل بكردستان العراق، كانت تهدد الأمريكيين حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية. بدوره دعا المرجع الأعلى في العراق السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة اليوم، دعا العراقيين إلى التوحد في مواجهة خطر داعش، وحث القوى السياسية المختلفة على إنهاء النزاعات فيما بينها واختيار رئيس للحكومة قادر على مواجهة الأزمات التي يمر بها العراق. حث المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أساسة العراقيين على اختيار رئيس وزراء قادر على توحيد العراقيين وإنهاء الأزمة. ودعا السيد السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها سماحة الشيخ مهدي الكربلائي ممثل السيد السيستاني القوى السياسية العراقية إلى مراعاة مصلحة الشعب العراقي وإفساح المجال أمام الأكفأ والأقدر على توحيد الشعب. واعتبر استمرار التنازع والاختلاف بين كافة الأحزاب العراقية بشأن منصب رئيس الحكومة خطأ فظيعا. في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة أن تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع، نناشد كل المرشحين أن يراقبوا الله تعالى وينظروا إلى مصلحة الشعب العراقي المظلوم، ويفسح المجال لمن يكون منهم هو الأكفأ والأقدر على جمع الكلمة والعمل مع القيادات السياسية لبقية المكونات في حل أزمات البلد المستعصية. كما دعا سماحته العراقيين إلى التوحد في مواجهة الخطر الكبير الذي يمثله مسلحو تنظيم داعش على العراق، والذي يستهدف جميع العراقيين من دون تمييز بين مذاهبهم وقوميتهم. جميع العراقيين أن يوحدوا صفوفهم ويكثفوا جهودهم في مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يهدد حاضرهم ومستقبلهم. من جهته قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن طائرتين عسكريتين أمريكيتين شنتا غارة جوية اليوم على مواقع مدفعية يستخدمها تنظيم داعش في الهجوم على القوات الكردية التي تدافع عن مدينة أربيل قرب موقع تمركز عسكريين أمريكيين. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أجاز أمس توجيه ضربات جوية أمريكية محدودة في العراق لحماية الأقليات والحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد عشرات الآلاف من طائفة الإزدية مما يحتمون بقمة جبل خوفا من مسلحي داعش. وبدأت الولايات المتحدة أيضا إسقاط معونات إغاثة للاجئين. بدوره دعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة العراقية في مواجهة تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال العراق تقطنها أقليات دينية. وأدان مجلس الأمن الانتهاكات التي ارتكبها مسلحو التنظيم بحق الأقليات، مؤكدا أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وحض كافة الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن امتعاضه وخشيته من التقارير التي تحدثت عن هجمات التنظيم الأخيرة ضد الأقليات في العراق، لا سيما الطائفة الإزدية. بريطانيا من جهتها اقترحت إدراج زعماء تنظيم داعش في العراق على قائمة العقوبات الدولية، في حين أكدت روسيا انضمامها إلى العمل على مشروع القرار حول العراق الذي تقدمت به بريطانيا. أما فرنسا فأكدت استعدادها لتقديم الدعم للقوات التي تقاتل مسلحي داعش.